في هذا الفيديو راح نتكلم عن لوحة ضبط الجودة لمعامل التباين CV Coefficient of Variance واللي يستخدم للرقابة على تشتت القياسات التي يتم الحصول عليها لمنتج ما. على سبيل المثال، فإذا كان في مصنع ما بتم الرقابة على تركيز عنصر ما لمنتج معين عن طريق أخذ 3 عينات من كل دفعة على فترات متساوية. فبالدفعة الأولى كان تركيز هذا العنصر للعين الأولى 751، للعين الثانية 708، للعين الثالثة 748، فبكون المعدل 735.67 معدل 3 قراءات x1 x2 x3. للعين الثانية أيضا نأخذ المعدل وهكذا إلى العينة 15. الآن نوجد عدد المجموعات أو الدفعات اللي تم الرقابة عليها عن طريق الأمر count function count في إكسل. الآن نوجد قيمة الثوابت للوحة ضبط الجودة لمعامل التباين B3 وB4 and N equal 3. N equal 3 لأنه في عنا تم أخذ 3 عينات في كل دفعة. B3 و B4 من جدول ثوابت لوحات ضبط الجودة and N equal 3، فB3 هو 0، B4 2.568. نأخذ هذه القيم وندخلها في لوحة إكسل، ثم نحسب الانحراف المعياري لكل دفعة، الانحراف المعياري للدفعة الثانية وهكذا إلى الانحراف المعياري لآخر دفعة. نوجد معامل التباين عن طريق قسمة الانحراف المعياري على معدل القراءات لكل دفعة، على المعدل وهكذا لل15 دفعة. نوجد معدل معامل التباين لجميع القراءات في هذا العمود اللي هو عبارة عن CV bar. CV bar قيمتها هي عبارة عن قيمة الخط المركزي للوحة ضبط الجودة اللي هو هذا الخط. من CV bar اللي يساوي قيمة الخط المركزي، بعدها ناخد قيمة الأبر كنترول ليمت خط الرقابة العلوي اللي يساوي B4 ضرب CV bar. B4 2.568 مضروبا في CV bar. إذن B4 ضرب CV bar وهو ثابت لجميع العمود. ثم lower control limit B3 ضرب CV bar اللي هو 0 مضروب في CV bar بيعطينا 0 لجميع العمود. لرسم هذه اللوحة نقوم بتضليل CV مع central line upper control limit lower control limit insert line. نرسم المخطط. هذا هو ال upper control limit، هذا هو معامل التباين، هذا الخط المركزي central line، وهذا عبارة هذا السنترال لاين وهذا اللور كنترول ليمت. نضبط هذه اللوحة عشان تعطينا شكل أفضل زي ما هو مبين عنا هون، وتكون هذه هي لوحة ضبط الجودة لمعامل التباين. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.